مرحبا بكم متابعي متابعات راديو أما الصحف تركم. واليوم كما جرت العادة نشارك تنشيط الحصة مع زميلتي سونيا. مرحبا بكم صحف ترك. صحف ترك يزيد، مرحبا بكم، مرحبا بكل متابعي ومستمعي إذاعة أما. ظاهرة اختفاء الحراق الجزائريين تعود للواجهة من جديد. عائلة لا يفارقها البكاء تبحث عن فلذة كبادها، وحالة نفسية متدهورة تعيشها أمهات الحراقة. أما أملها الوحيد معرفة الحقيقة كاملة ومعرفة مكان تواجد أبنائها مهما كان الثمن. في حصة منش ساكتين سوف نفتح النقاش حول ملف الحراق الجزائريين في سجون التونسية. معلومات متضاربة تجدد الأحزان، إلى متى؟ إذن باش نعطيكم تفاصيل أكثر بركيني اللي ما عندهمش علم بالقضية. يعني بدأت القصة في 11 أفريل الجاري حينما أبلغت السلطات الجزائرية بمحاضر رسمية سلمتها الشرطة عددا من عائلات المهاجرين الغير شرعيين أن أبنائها الذين فقدوا في عام 2008 في سواحل منطقة تبرقة التونسية خلال محاولة الهجرة إلى إيطاليا سيتم تقديمهم إلى المحاكمة في المحكمة الابتدائية بمدينة الكاف التونسية. وكانت المحاضر تفيد بأن هؤلاء المهاجرين أحياء وأنهم في تونس، وطلبت من العائلات التوجه إلى هناك لحضور جلسة محاكمة في 15 أفريل، كما سلمتهم رخصا خاصة لعبور الحدود البرية. يعني كبادة توجهت بعض العائلات الجزائرية يوم الجمعة إلى المحكمة، إلى محكمة مدينة الكاف التونسية الحدودية، لتجد صدمة كبيرة في انتظارها، إذ تبين أن البيانات الرسمية التي سلمتها لهم السلطات الجزائرية تضم معلومات غير صحيحة، وأنه لا وجود لأبنائها وليس أي منهم معروضا على القضاء بتهمة عبور حدود. وعبرت العائلة الجزائرية عن غضبها أمام ممثل القنصلية الجزائرية في الكاف، والذي استقبلهم فيما بعد القنصل الجزائري وأبلغهم أنه وقع خطأ في الصياغة تتحمل مسؤوليته الجهات التي سلمت لهم محاضر تفيد بوجود أبنائهم وبتقديمهم إلى المحاكمة في إشارة إلى وزارة الداخلية. وبهذا يعني تساؤلنا ويعني تنهار اليوم هو يعني الحراق الجزائريون في السجون التونسية، معلومات متضاربة تجدد أحزان العائلات والأمهات تاع هاد المفقودين، إلى متى؟ يعني كل مرة يعني كيعطوا لهم معلومات خاطئة. يعني كنشوفوا حتى أنه هناك تصريحات للرئيس التونسي أثناء زيارته للجزائر تاع رئيس قيس سعيد حول الحراقة، وين ينفي بوجود يعني سجناء الحراقة في سجون تونس. نروح نشوفوا الفيديو لهذا التصريح ونقول لكم. يعني بعد أيام من إبلاغ السلطات الجزائرية عددا من العائلات بأن أبنائها يعني من المهاجرين السريين المفقودين منذ 14 عام سيتم تقديمهم للمحاكمة في تونس، اكتشفت العائلات أنها كانت يعني ضحية معلومات مغلوطة، وأن الأمر يتعلق بالجلسة استجواب لعائلات في قضية اتهام أمنيين تونسيين بالإخفاء القسري للمهاجرين. وأيضا يعني بالإضافة لما ذكرته زميلتي سونيا فيما يخص أن في يعني بداية من الرئيس التونسي قيس سعيد، ثم يليه نفي السفير التونسي في الجزائر الناصر الصياد، يعني وين هضر بلي لا يوجد أي حراقة في السجون التونسية، ومؤكدا على حرص السلطات التونسية على إعلام نظيرها الجزائرية عن كل مواطن جزائري يدخل إلى تونس، وذلك في إطار التنسيق بين البلدين. ويعني في هذه التنسيقات يعني بين بلدين يعني صرح بهذا الكلام أثناء يعني أشغال الاجتماع العلني الثاني لمجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الفساد. يعني غير كما نهار ثلاثة اللي هضر عليه وقال لك باللي ما كانش مي لي زالجيري يقول لك باللي ولادنا راهم في تونس. معنا مكالمة. ألو. ألو، مرحبا بك كسيلة زرقي. كسيلة زرقي. زرقي ولا زرقي؟ زرقين. زرقين كسيلة، مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ. أي السلمة كنت زادة أفطركم أستاذ. دونك كسيلة محامي يعني يدافع عن العائلات اللي تبحث عن اولادها المفقودين في البحر. اكزاكتومون. اذا يعني سؤالي حبينا نطرحوه هو لماذا خلال هذه السنوات ال14 لم تتمكن يعني من الحصول على اي معلومات تتعلق بهم؟
بودي فقط اني نوضح بعض النقاط قبل ان نجاوب على هذا السؤال. الامر اولا ما يتعلقش بحراقه مفقودين وانما بحراقه اللي راحوا ضحيه اختفاء قصري اللي هم بتعداد ازيد من 400 حراق منذ سنه 2007، ماشي فقط منذ سنه 2008. منذ سنه 2007 و2008 تقدمنا بتاريخ الواقع تاريخ تعرضهم لاختفاء القصري، الى تقدمنا بطلبات الى الجهات الامنيه والى الجهات الدبلوماسيه في الجزائر وخارج الجزائر من اجل الكشف عن المصير نتاع هاد الابناء اللي راحوا ضحيه اختفاء قصري. منذ سنه 2007 و2008 كل الشكاوي وطلبات فتح تحقيق اللي تم تقديمها للعداله الجزائريه والعداله التونسيه للاسف الشديد تم حفظها في سنه 2009 وفي سنه 2010. الشيء اللي اضطر بنا انه نقدموا من جديد في سنه 2011 شكاوي لدى الجهات الامنيه الجزائريه ولدى جهات العداله الجزائريه، نفس المساعي قمنا بها امام القضاء التونسي. هذه المره قدمنا شكاوي وين نتهموا فيها اشخاص بارتكابهم لهذه الجرائم اللي هي جرائم الاختفاء القسري، بطبيعه الحال بشكاوي مدعمه بادله بشهاده شهود بالصور بالمكالمات الهاتفيه اللي كانت بين هذه الحراقه اللي اكدوا بتاريخ الواقعه توقيفهم من قبل خفر السواحل التونسيه، وين تجاوزت المكالمات بينهم وبين العائلات نتاعهم وبينهم بين الاولياء نتاعهم عبر الهواتف النقاله لمده تتجاوز 13 دقيقه. على اثر هذا تنقلوا العائلات بتاريخ الواقعه بعد اخر بسنه 2007 و2008 للتراب التونسي، وين لقوا بالفعل شهادات شهود اللي اكدوا وانه الحراقه موضوع البحث، راهو تم القاء القبض عليهم من قبل قوات خفر السواحل التونسيه، وين تمكنت العائلات من اخذ صور للقوارب نتاع الابناء نتاعها متوقفه بالميناء التونسي. نفس العائلات تنقلت للسجون التونسيه وين اكدوا العاملين بهذا السجون انهم ابنائهم متواجدين في هذه تلك السجون، وين وجهوهم وطلبوا منهم باش يروحوا يطلبوا شهادات ورخص الزياره. بتاريخ الواقع كذلك قمنا بالحصول على المكالمات وتسجيل المكالمات اللي كانت صادره بين الحراقه والعائلات نتاعهم، كل هذا قدمناه للجهات القضائيه الجزائريه وكذا التونسيه، لكن للاسف الشديد منذ ذاك التاريخ اي منذ كذلك 2011 من تاريخ ايداع الشكاوي الجديده بقات هذه الشكاوي على مستوى وزاره العدل منذ سنه 2015 من دون اي نتيجه. الشيء اللي اضطرنا ببداية سنة 2016 أننا نتوجه أمام الهيئات الدولية وبالتحديد أمام مجموعة العمل ضد الاختفاء القسري التابعة لهيئة الأمم المتحدة، ومن قدمنا 10 شكاوي ضد الحكومة التونسية من أجل ارتكابها لجرائم الاختفاء القسري. بهذا يعني بما أنك تهضر على يعني الحكومة التونسية وغيرها القضاء التونسي وكونك محامي يعني كرجل قانون، بأي حق يعني الحكومة التونسية يحكموا مهاجرين غير شرعيين ويدخلوهم للحبس هكذا يعني وما نقدوش نعم بدون ما يشرعوهم وبدون يعني ما يمدوا علم العائلات تبعهم؟ احنا شفنا يعني ماشي أول مرة الجيجان تبعنا يحرقوا وحكموهم، كاينين أنا نعرف ناس حكموهم يعني كيحرقوا من جهة اسبانيا حكموهم عام غاربة دخلوهم عاودوا رجعوهم يعني عاودوا دخلوا اتصلوا بالعائلة تبعهم مرق يعني حكموهم للسجن. كيفاش يعني الحكومة التونسية ما قامت يعني بحتى حاجة يعني ومقاردينهم عندهم وما كان حتى علم وما كان حتى حس؟ بطبيعة الحال هذا السبب اللي من أجله احنا نتكلموا اليوم على جريمة الاختفاء القسري، اللي مش معناتها جريمة الاختفاء القسري بمعنى أنه شخص يكون ويصبح خارج الحماية القانونية، بمعنى أنه عوض توقيفه وتقديمه أمام المحاكم والعدالة ليتم محاكمته أين كانت تهمة سواء بالهجرة الغير شرعية أو تهمة الإرهاب أو غيرها. للأسف الشديد المصير نتاع هذه الحراقة أصبح غير معروف وهو ما ينطبق عليه الوصف القانوني لجريمة الاختفاء القسري، لأنه جريمة الاختفاء القسري
يفترض فيها أنه أشخاص يتم توقيفهم من قبل قوات نظامية تابعة لدولة ما، ويتم اقتيادهم نحو وجهة غير معروفة بشكل أنه يجعل من حمايتهم القانونية غير مضمونة، وهو ما ينطبق على الحراقة الجزائريين واللي كانوا فيهم توانسة وفيهم حتى مغاربة. بعد ما ودعنا 10 شكاوي لدى كما سبق وقلت لك أمام مجموعة العمل ضد الاختفاء القسري تابعة للأمم المتحدة، قامت هذه المجموعة بمراسلة السلطات التونسية والسلطات الجزائرية كذلك على سبيل العلم بطبيعة الحال. السلطات التونسية جاوبت آنذاك وأنه الأسماء نتاع الأشخاص موضوع الشكاوي ما همش متواجدين على التراب التونسي. من نفس المجموعة أي مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة وطلبت من الحكومة التونسية واعتبرت أن الجواب نتاع الحكومة التونسية غير كافي بالنظر للطلبات المقدمة، وين طلبت منهم من جديد أنهم يقوموا بأولا فتح تحقيق فعلي من أجل كشف عن المصير نتاع هذه الحراقة، وطلبت منهم بنفس المناسبة أنهم يضمنوا الحماية القانونية نتاعهم مع تسليمهم في أقرب الأجل للمحاكمة. هذا الشيء للأسف الشديد ما قامتش به التونسية منذ ذاك التاريخ، وين تم في مراسلة ثالثة اعتبار الشكاوي اللي تم ودعناها على مستوى من هذه المجموعة، تم اعتبارها أنها شكاوي مقبولة أولا شكلا، وتم الإقرار كذلك وأنه بالفعل هذه الحراقة المهاجرين الجزائريين بالفعل راهم ضحية اختفاء قسري بمفهوم اتفاقية دولية اختفاء قسري. كسيلة يعني حبيت نسقسيك، هل لديك هكذا إحصائيات ولا لشيف تاع يعني عدد الجزائريين المتواجدين بسجون تونسية؟ الأشخاص العائلات اللي فوضونا أزيد من 100 عائلة اللي فوضونا رسمياً، لكن العدد نتاع الحراقة اللي راحوا ضحية اختفاء القسري تبعا للإحصاء اللي قامت به ائتلاف عائلات الحراقة يتجاوز 400 حالة نتاع حراق اللي راح ضحية اختفاء القسري. سي انوم كم نومبر يعني ابسوليمون. يعطيك صحة كسيلة زرقين على يعني مشاركتك معنا اليوم في عددنا لنهار اليوم، ويعني على كل الأجوبة اللي قدمتها لنا. شكرا لكم، يعطيك الصحة وبون كوراج بور لا سويت. ميرسي. اذا لما نشوفوا يعني كتصريحات يعني عندهم كما قال عندهم كاين تصريحات وعندهم كل يعني لي بروف كل بيانات اللي تاكد على وجود يعني سجناء المفقودين للحراقه غير شرعيين يعني كافيه سجون تونس، الا ان هناك نفي نفي من طرف السلطات التونسيه وعلى راسهم يعني الرئيس قيس سعيد اثناء زيارته للجزائر نفى يعني نفي قاطع وقال لك بلي ما كانش، وقال لك السجناء اللي كاينين قال لك القضاء يتكفل عندهم قضايا واحده اخرى ولا، ولكن حسب تصريحات الزميل يعني الاستاذ سيد كسيلة يقول لك باللي لا حراقه وكاين كاع لي بروف وكاين دي زابيل وكاين دي دوسي عليهم ورفدوهم للسلطات الجزائريه. دونك نروح نشوفوا تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد يعني اثناء زيارته للجزائر وقوله بعدم وجود اي حراقه جزائريين بسجون تونسيه. يعني الامر يتعلق بالقضاء، عبارة بالنسبة للمساجين يتعلق بالقضاء وليس هناك داخل للسلطة التنفيذية، يعني إذا كان مسجون لأنه هناك قضية جارية أمام المحاكم أو صدر فيها حكم هذا الأمر يتعلق بالقضاء وبالقضاء وحده. إذا كان الآن ممكن الإحاطة بهذه المسألة من الناحية السياسية، ولكن لا يمكن أن تتدخل في عمل القضاء، يمكن يعني ننظر في البت النهائي في الأحكام من قبل المحاكم وبعد ذلك يمكن النظر في هذه الملف. يعني حسب تصريحات قيس سعيد رئيس تونسي أثناء زيارته للجزائر يقول بأن السلطة لا تتدخل في عمل القضاء، وأنه لا يوجد سجناء حراقة جزائريين بتونس. يعني الحاجة يعني التي تعاكس ما يرويه مختلف العائلات الجزائرية منذ 2007 ولا 2008، وهذه القضية يعني تتداول وتتكرر، وهنالك عائلات تندد وتطلب بذوي
بها في الدولة التونسية. دونك انتم اللي راكم تتبعوا فينا، إلا حبيتوا تشاركوا معنا ما عليكم غير، اتصلوا على 077 77 66 98. نروحوا إلى فاصل الموسيقي ونقول لكم. دائما في موضوع اليوم يعني الحراق الجزائريين المتواجدين بتونس، معلومات يعني مختلفة تحيي الجراح من جديد. دونك معنا اتصال عوادي خالد، مرحبا بك خويا. صحة فطورك. صحة فطورك. صحة فطورك خالد. نشكركم على الاستضافة وعلى الاستفادة اللي قدمتوها لنا دي. بلمزية يعني منبركم وانتم اللي تحدثوا فيها. هذا هو يكشف الحقائق ويستقصى الحقائق، هذا هو الإعلام الحر. أكيد خالد، يعني انتم يعني تنقلتوا لتونس وانتم من عائلة يعني أحد الحراق اللي متواجدين بسجون تونس. نعم خويا، أنا من تاريخ 11 أكتوبر 2008 وأنا نتنقل لتونس لغاية 16 أبريل. يعني عندنا شهادة تاع واحد اللي راه يعيش الحادثة. دونك قدر تحكي لنا التفاصيل كيفاش جاكم كونفوكاسيون، شكون اللي بعثوا؟ ممكن قبل نوضح لك حاجة، كنت متبع فيك وشفت الفيديو تاع سيد رئيس الجمهورية دولة تونس قايد صعيب. بنوضح حاجة برك، أنا هالفيديو بس كنت تبعوا فيه وشفناه. إحنا الفيديو كيسأل الصحفي، يسأل رئيس الجمهورية الدولة تونس الحراقة، ما جاش جواب الرئيس، حتى جاء سفير دولة تونس بالجزائر سيد صياد وهو اللي مد الجواب. أكيد، وهذه المرة أيضا فيها يعني نفي من سفير تونسي، يعني ناصر صياد أيضا ينفي هذه المرة. نعم، لأنه السفير عنده مدة هو في الجزائر، يعرف الملفات، يعرف الأمور كل، ولكن سيد قيس سعيد ما كانش يعلم. حكم السلطة الجديد كيتلقى السؤال من صحفي استغرب، ما عرفش يجاوب حتى تقدم السفير ومد الإجابة بالنفي. هذا توضيح حبيت نوضحه. أكيد. دونك ملا خالد، دونك تحكي لنا شكون اللي بعث لكم الكونفوكاسيون، كيفاش تنقلتوا لتونس، باش يعني المشاهد اللي راه يتبع فينا يفهم القضية مليح. خويا أنا نسمع نحكي عن نفسي. أنا حنا بتاريخ نهار الجمعة اللي قبل 15، حنا أنا حولت الوالد والوالدة تنقلوا بغيروا المكان تاع المنزل. النوض على 10 تاع الصباح نلقى اتصالات عديدة، اتصالات مش والف، يطلبوني على الصباح، انا يعيطولي في الوقت هذاك. هزيت ريبونديت، جيتهم جيراني اللي كانوا وين كنت نسكن، قالوا لي اذهب نجاو لابوليس عجل خوك، وهم قالوا لك روح انا للسنترال وكلش مبروك ورانا فرحنا بلي خوك وجاي. قلت لهم انا شوك خلعتوني من جبتوا على الهضره دي. قالوا لي اذهب روح لمركز الشرطه تسمى ولايه عنابه، امن مش امن حضاري، مش فرع، امن من الأمن تاع النابة، مديرية الأمن. نقلت أختي أنا بالخبر ذاك، مشوكي أنا ما عرفتش واش ندير، رحت نجري. أنا الوقت اللي وصلت فيه كان 13 غير 10، استقبلني واحد من الأمنيين، سلام عليكم سلام، قدمت له بطاقة تعريف، قلت له أنا جيتوني باستدعاء صباح. قال لي أنت تسكن في الحي الفلاني، رانا ما لقيناكش. قلت له نعم. قال لي تفضل. دخلت، قال لي راح جبد واحد الورقة ملفات في يده، قرا واحد لاليست يقرا فيها. قال لي ياسين وش يكون منك؟ قلت له انا خويا. قال لي الحمد لله وبان خوك ولو 15 اكتوبر شرعتهم باقي درك وقت صلاه الجماعه، احنا نخدموا حتى ل 12، تقدر تروح وارجع نهار لحد مدولك الاستدعاء. انا ما تشوكيت، انا قلت لهم كيف ما خويا؟ قالوا لي صايي بانوا ولو 15 في الشهر تشارعوا. تنقلتم بعد لتونس؟ من بعد احنا تنقلنا، احنا من بعد قدمنا طلبات على طريق الانترنت موقع رسمي لوزارة الداخلية بنتنقلوا بريا، بس الظروف ما تسمح لناش بنتنقلوا بطائرة ونروحوا للجزائر العاصمة. ما جاتنا حتى رد على الطلبات اللي قدمناها. طلعنا للولاية حبينا نقابلوا الوالي كشما يدير لنا تصريح بنخرجوا بريا، لأني عنابة قريبة لي الكاف بهنا بثلاثة سوايع نمشيلها، أنا ملف نروح للمحكمة ثلاثة سوايع. وما لقيناش رد، وش ولينا درنا؟ احنا رحنا نجري وشرينا ليبي اللي قادر يشري شراء، شرينا ليبي تاع طياره. الطياره تاعنا كانت يوم الخميس من جاي العاصمه، ما لقيناش من عنابه كان من جاي العاصمه. مشينا بلا ربع في الليل، حكمنا البيس للجزائر، وصلنا للجزائر صباح، زدنا تلاقينا جزيريه ظهرنا في نفس الفول تاع الطياره،
تنقلنا فاحنا في 11 ما بين من جزائر العاصمة جماعة بذاقي وما بين من عنابة وصلنا لتونس العاصمة. وصلنا شدنا التعب ما قدرناش نزيدو نكملو للكاف. حكمنا بيتنا في تونس العاصمة يوم غد مع صلاة الصبح سحرنا صلينا وخرجنا رحنا ترانسبور حكمنا باللواجات يقولوا لهم في اللواج حكمنا اللواجات من تونس العاصمة وصلونا للكاف. احنا وصلنا في حدود 7:30 تاع الصباح للكاف جينا المحكمة ما زالت ما فتحتش بقينا قاعدين بجنب المحكمة وإحنا من شدة الفرحة هذيك كنا ننتظروا في مين يجيبوا المحبوس ما كناش نستناو في الدخلة تاع المحكمة. إحنا كنا نعسوا في الكماين تاع البوليس باكي يجي حبينا نستناو في النظرة هذيك تاع الشوق تاع الفرحة هذيك تاع النظرة. ودخلنا إحنا قبل من الحادة هذيك فتحت المحكمة نحسبها تفتح 8:30 وهي تفتح 9. دخلنا قدمنا الاستدعاء اللي عندنا كي قراوه الأمنيين واللي يخدموا في المحكمة تم قالوا لنا بلي الاستدعاء ده حيجيبوهم واصبروا. احنا كي قراو الاستدعاء اللي يخدموا تم في المحكمه ديكا قراو الاستدعاء اللي عطته لنا الدوله تاعنا يقول الاستدعاء باللي حيمثلوهم امام القضاء وحيجيبوهم. اما نفس حتى اللي يخدموا في المحكمه كانت عندهم نفس الفكره اللي قراوها بالاستدعاء. احنا بقينا فرحانين نستناو في هذيك نستناو في الوقت يجي. من بعد وش صرا يجينا واحد قالنا اني نائب القنصل ولا مبعوث بالقنصليه ما القنصلية الجزائرية. نعم القنصلية الجزائرية. وللعلم محكمة الكاف لاصقة فيها دار الحيط في الحيط مع القنصلية. هذه للعلم تم. اتخلنا احنا انسان جانا سلام اني جزائري من القنصلية اني حبيت نوضح لكم امر برك انتم اللي جيتوا قلنا له نعم احنا قلنا نوضح لكم امر باللي مش حيجيب ولادكم. والسبب تم النفي جاء من القنصلية الجزائرية وماشي من المحكمة التونسية. أول نفي أول معلومة جاتنا باللي ما كانش جات من عند نائب القنصل هذا ولا مسؤول ولا مفوض من القنصلية. نعم. هذا أول واحد جانا للمحكمة احنا مش شو قعدنا نقولوا له وعلاه جاينا انت وعلاه انت وش انت درك جيت زي تفركت علينا وعلاه جاينا وش الخبر اللي تقولنا فيه احنا عطى لكم سبب باللي ما يجوش علاش ما يجوش ولا ما قالكمش؟ قلنا اصلح خطأ او هناك خطأ اداري قلنا له احنا ما تقبلوش شي وما عندكش بتحكي معنا وما تقلنا عناش احنا مش نجي يكون عينا نجيو القنصلية انا رحنا القنصلية احنا نجيين للمحكمة وعليه جاينا انت انت ما عندناش ما جيناش ليك انت احنا جينا للمحكمة احنا ما جيناش للقنصلية. ومن بعد ما جاكم يعني تحدثتوا مع من بعد انا نحكي عن نفسي شخصيا ما نكذبش عليك ديت صدمه اختي والله ما تقدري تتصوري. وما زلت عندي امل بلي هذا الانسان هو غلط ولا خرجت في حاله مش نورمال كي خرج هو من المحكمه صارت مناوشات وناس داخلت وناس خرج جاني انا في الطلعه دخلني معاه كي دخلني معاه طلب بالقنصل القنصل خرج لي القنصل قال لي خويا رئيس يعني رانا طلبنا القاضية الليلة قبل ورانا سألناها اسكو حتجيب بريزونطاسيون حتجيبهم الناس هذوم راي قالت القاضية لا مش ني حنجيبهم. قال لي مازال عندنا متسع من الوقت ازرب ادخل الجلسة قابلوا القاضية واجلسوا مع القاضية تحدوا معها ومن بعد روحوا لي القنصلية دوكم فهمكم ونحكيو. دخلتوا من بعد؟ دخلنا احنا من بعد دخلنا للمحكمة دخلنا للمحكمة جات رفعت الجلسة جات سيادة القاضية. ونقدر هنا نوضح لكم حاجة برك حاب المستمعين يفهمونا احنا من 2008 وإحنا نحاربوا عن الأدلة باللي خاوتنا رمحيين ومن بعد وش وصرالنا احنا في تونس كاين هيئة الحقيقة والكرامة دفعنا ملف في هيئة الحقيقة والكرامة هذه هيئة الحقيقة والكرامة درست الملف درست الأدلة كي تبتت هي باللي داري صح ومعلوماتنا صحيحة بعتت الملف تاعنا للعدالة الانتقالية. احنا في القضاء تاع تونس مشنا في القضاء كقضاء احنا في العدالة الانتقالية الملف تاعنا. تم في القضاء الانتقالية التونسية. نعم. دخلنا اختي قد احنا بعتوا الملف تاعنا للكهف احنا في 2019 من 2018 احنا صرات استدعاءات استدعاونا وده نوضح حاجة واحدة أخرى احنا كيفنا كنا أول استدعاء احنا ما حضرنا لوش لأنه القنصل تاع الجزائر كي بعتت له من المحكمة به استدعانا قال لهم
باللي راي ما عنديش العناوين تاع الناس. تمام، ما لحقلكمش الخبر. ها احنا كانت خبرنا المعلومة، احنا 39 هذوما جزائريين معهم ثلاثة توانسة. احنا التونسية كي توصلها استدعاء تعيط تخبرنا بيوم الجلسة. نعم. ثم هذه الطريقة اللي كنا نمشي فيها. احنا في 2018 و 2019 ثلاث أربع جلسات أختي والأخ الكريم، ربع جلسات كنا نقف أمام القاضية، وكانت العدالة الانتقالية متكونة من قاضية هي اللي حاكم الملف ومعها ربعة قضاة ومعها وكيل جمهورية ومعها كاتب. قالوا لكم ولا كاش حكم ولا حاجة أخرى؟ لا احنا كانوا هم في أول جلسة وش قالت لنا القاضية، قالت لنا أنا رام كشغل الملف تاعكم يقول بلي ولادكم هنا، أنا قالت لنا أعطيوني الشهادات أعطيوني الأدلة أنا نجيبهم لكم. قالت لنا شفتوا كان هدرتكم صحيحة والأدلة تاعكم صحيحة، أنا ندير استقصاء الدراري يا دم والعدالة الانتقالية دي راني نجيب لكم حقكم. قالت لنا تهناو، أنا كان هي دورها وش تدير، تستدعي الأمنيين وتستدعي المحامين وتستدعي الناس كل اللي عاونونا في الملف هذا وتحققت معاهم. وهي كي نقولوا لها أنا خويا في 2011 مات مثال كان في السجن الكاف، هي تقدر تخش للسجن وتجبد الأرشيف تاع السجن وتبقى تدير بحث في الملف هذاك، حتى كان خويا غيروا له اسمه في السجون تلقى مجموعة باللي دخلت مجموعة تاع 39 وزادوا رحلوها السجن وتبقى تتبع حتى تلقاهم. هذا مش خبرتنا يعني القاضية. فيها خبر مفرح. يعطيك الصحة عوادي على كل يعني التفاصيل اللي قدمته منه وعلى الشهادة تاعك اللي قدمتها لنا اليوم في نهار اليوم يعني في البرنامج. يعني. وإن شاء الله يعني تلحقوا للحقيقة إن شاء الله وتلقاوهم إن شاء الله. بس أختي حبيت نقول لك حاجة برك قبل ما نقول. احنا والله كنا صابرين بالجرح تاعنا وصابرين وحاكمين في ربي ومشنا مسبلين قاعدين نجريو رام جاوزاد وحيرونا اختي. جبنا ربع ايام قبل ما نروحوا لتونس فرحه والناس تبارك لنا، بس درك والله تشوفي حالتنا كيف. ما انا ما نحكيش على نفسي، انا ولدي حطموهم، انا تدخلي والله للدار جنازه درك يعني باش جاو حيولنا جرح وحنا صابرين وحيولنا جرح بأمل كبير من الدولة تاعنا وباستدعاهم بعد نصطدموا بخطأ والله يعني جرحوا شيء ماشي حاجة ماشي سهلة. متضامنين يعني معكم إن شاء الله من بعد يعني تتضح الحقيقة ويكون هنالك أمل ويكبر هذا الأمل وتكبر الفرحة. يعطيك صحة وادي يعني كشارك معنا ويعني درت يعني كما يقولوا شهادة تاعك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. السلام. إذا يعني كانت هذه شهادة حية لواحد من عائلات المفقودين أو المحبوسين اللي في سجون تونس، يعني كعطانا بلان دو ديتاي الكل يعني اللي ما عندهمش معلومة على القضية. نروح يعني دائما في انتظار اللي حب يشاركنا يشارك معنا في موضوعنا لنهار اليوم حول الحراقة، حول يعني موضوع هي أيضا حول الحراقة يعني هادو مالي كان الحراقة يعني هذه القضية زميلتي الصونية ليست الأولى يعني مختلف. يعني الحراقة الجزائريين كي يحكموهم حراس السواحل في الدول المجاورة يعني يصر لهم نفس الشيء، يعني هنالك فقط من يصرح بهؤلاء الحراقة ويقوم يعني بإعادتهم للبلد وكاين اللي ما يصرحش. صح الحاجة اللي فريمون كيما يعني كلي تقيس واللي كيما يقولوا ما تخليش واحد يعني كلي تقلق، انه كيما قال الاخ انه يعني هما كانوا عايشين باحزانهم متوساجوا متقبلين الحكاية كانوا متعايشين معها، يعني هذاك الامل اللي عطوه لهم وفرحوا يعني ربع ايام هما فرحانين وتما عطوا لهم امل كبير بانه سي بون خلاص صابوا ولدهم وبلي رايحين يجيبوه وراح يتحاكم تما خلاص المأساة خلاصت. من بعد كي لحقوا تما يعطوا لهم صدمه اخرى تاع اكيد تما كان حلم عاود راح يعني عوادي عوادي يعني الاخ عوادي لخصها في كلمه قال لك احيا والجراح. وحنا تانت قلنا يعني معلومات متضاربة وتجدد أحزان العائلات المفقودين هدوما. إذن دائما لكل حب يشارك معنا في موضوعنا لنهار اليوم على غير يتصل بنا على 07 70 77 68 98. نروح إلى فاصل موسيقي ونولو لكم. دائما في موضوع الحراقة الجزائريين المتواجدين بتونس معلومات يعني متضاربة تحيي الجراح. من جديد معنا كمال بالعابد، مرحبا بك كمال. ألو. وي جو فوز إيكوت. مرحبا بك، رانا نسمع فيك كمال بالعابد يعني المتحدث باسم عائلة المفقودين في البحر. ياك
الحراق المفقودين في البحار. وي وي دونك كمل بالعبد. يعني القضيه بدات عندها شحال من 2006 ولا 2008؟ ليست الاولى يعني اللي يعني جزائريين عندهم اولادهم حرقوا من بعد وصر لهم اختفاء القصري. ايه هذا كل الفعل. في الحكايه هذه بصفه عامه كان دي سيكيباج حنا كفلنا شويه بالامور هذه خاطر كنا معنيين. انا عندي بنيه ثاني كخفاها هذاك في 2007. وي الشيء اللي خلانا كيما نقولوا نتلاقاو مع بعض ونبحثوا على اولادنا هي في الحقيقه كان من 2006 بدات الحكايه. وي 2006 خفا ان ايكيباج كيما نقولوا ان ايكيباج فوج وجول في 2006 في 17 من الجزائري. في 2007 كان خمسة فوق أفواش كان 45 الكل. 2008 ثاني كيف كيف اثنين من اثنين قوارب 59 عبد كان واحد قارب فيه 17. 2016 جوج قوارب 25. وإما احنا لهنا نتكلموا على يعني العشرات من الناس اللي تفقدوا والناس هذو اللي تفقدوا هذوما في البحر تفقدوا في الحدود بين الجزائر وتونس. يعني هنالك يا اجراءات الامر الغريب في الحكايه هذه وي جيك ما كان حتى دليل يثبت بانهم توفوا في البحر ولا غرقوا خاطر علاش ما كانش كيما نقولوا اللي تراس نتاع الفلوقة ولا تاع العباد ولا كيما نقولوا الجثة طيشها البحر ولا هذايا كلها بقى الاقتباس هذايا الولاد هذوما ما خلاو حتى اثر من وراهم. هنالك يعني درتوا اجراءات قانونيه مروح ونجيب تونس هذايا فهمتني لمينا معلومات حطينا عطينا السلطات على كل حال وعندها عندها سلطات التفاصيل تاع الشيء اللي علمنا به كل كنا من طول 2006 حتى الان ندول في المعلومات لكن كاين صمت على الموضوع هذا. يعني مقبيل عيطنا 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 خالد بدو كما يقولوا خالد عوادي وحكى لنا تفاصيل القضيه اللي ولات دوك يعني كي راحوا لتونس وديبلاصاو. يعني حبيت برك نسقسيك هذه الاستدعاءات هل هي يعني الاولى في الجزائر ولا صارت ديجا من قبل استدعوهم؟ هذه الحكاية تاع الفوش الفوش هذا تاع 2008 هذا الفوش هذايا هو واحد من الأفواج اللي في نفس الظروف اللي خفات. دونك يسمى واحدة من القضايا كل اللي مطرحت وفي الحالات الكل في الحالات الكل حطينا ملفات في القنصلية تاع تونس من 2016 حتى للحين هذا. في نفس الوقت كانت رئيس الجمهورية معناها رئيس الجمهورية والحكومة والداخلية وزير الخارجية وزير العدل الرئيس تاع البرلمان وتاع السيناء تنيكا كانوا عارفين وعاد عندهم ملفات عطينا لهم ملفات فيها الأدلة والقرائن اللي تجعلنا نظنوا باللي راهم في تونس. في الحالات الكل كاينه قرائن كاينه ادله يعني دامغه تثبت باللي راه توقفوا من طرف الحراس تاع السواحل التونسيه وباللي كانوا يشوفون. والمعلومات هذوما اعطيناهم للحكومه على كل حال الدوله من الكوميساريه سنترال البروكيرور حتى رئيس الجمهوريه والوثائق حنا كنمدوهم نمدو لهم وثائق. ورغم كل هذا يعني الحاله ما تحركتش منذ سنين. ليش غير ما تحركتش كاين اللي جعلنا كما نقولوا نظنوا باللي الحكومه تاعنا عندها معلومات ومتكتمل. خاطر مش ممكن الشيء اللي عطينا لما كل هذاك ما جاوبونا حتى من 2006 كي تبين يعني معناها بصفه رسميه على اي موضوع ولا اي قارب من القوارب هذا من 15 ولا 20. واخا كمال بالعبد وش مطالبكم اليوم؟ نعم مطالبكم اليوم مطالبنا هو فتح تحقيق تحقيق رسمي في طرف مش معناها تمدوا ملفات
ونمدوا قرائن ونحن فلسيت يعني باش نتعاونوا مع السلطات المعنية ونبقى وحدنا في الأمر هذا. كاين تكتم يعني غريب. تكتم يجعلنا يعني عامة نادروا وهكذا نعم. يجعلنا باللي نظنوا باللي حتى السلطات نتاعنا متورطة في الإخفاء تاع الناس هذوما. نعم. يعطيك الصحة كمال بالعبد لحضورك يعني كونك معنا اليوم في البرنامج. فهمتيني يا اختي؟ فهمتك اكيد. احنا نطالبوا افتحوا تحقيق واعطيونا معلومات من انتم من احنا دوله كدوله تعطينا كما نقولوا المعلومات وتاخذ بعين الاعتبار الطلب نتاعنا وتفتح لنا كات ان شاء الله يعني تكون هنالك اذان صاغيه كمال بالعبد. ما شاء الله تلحق الرساله تاعكم. نعم ان شاء الله تلحق الرساله تاعكم والمطالب تاعكم تتحقق ان شاء الله. ربي يحفظكم بنتي. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه كمال بالعبد. إذا يعني سي فريمون ديزونون دو فوار اشاك فوا انه يعني كاين كل الادله وكاين كلش يعني وداروا يعني تحركوا يعني الحاله دائما قعدت نفسها و... وي هنالك يعني تعليق زميلتي الصونية قال لك حراقه مفقودون قال لك اول استدعاء من السلطات الجزائريه كان في 2008 يعني 2008 حتى لدوكا بزاف تسمى كل كيفاش واحد كيفاش يعني واحد عائله تصبر على ذويها اللي راح ما على بالهاش وينو كما قال لك الاستاذ يعني كمال بالعبد وي قال لك باللي نطالبوا بالحقيقه قال لك يكون هنالك تحقيق حتى نلقاو ولادنا. اذا دائما يكون اللي حب يشارك معنا في موضوعنا لنهار اليوم عليه غير يتصل بنا على 077 77 66 98 برك باش نذكروا اللي راهم يتابعوا فينا انه موضوعنا لنهار اليوم هو الحراقه الجزائريين في السجون التونسيه بعد يعني تعرضهم لمعلومات متضاربه تتجدد الاحزان لهذه العائلات إلى متى ووقتاش يعني يوصلوا إلى الحقيقة متى ستظهر الحقيقة في النهاية. إذا بعد هذا نروح إلى فاصل موسيقي ونعود نقول لكم. إذا فيما يخص يعني التعليق تاع حراقة مفقودين قال يعني تعليق في التعليق الأول أول استدعاء من السلطات الجزائرية من 2008 وفي تعليق آخر يقول أبناؤنا ضحايا اتفاقيات سابقة بين رئيس المخلوع التونسي بن علي ورئيس المخلوع الجزائري بوتفليقة والتي تقول أي جزائري بدون وثائق الدولة لا تعترف بهم. والتعليق آخر لحراقة مفقودين يقول لعلمكم يوجد في السجون التونسية مئات الجزائري. نروح ونستقبل مكالمة. ألو. ألو. مرحبا بك سيدة شمامي نادية. مرحبا بك أختي. شمامي أنت يعني كأم مهدي حراق متواجد في سجن بتونس. نعم. أنا أم مهدي شمامي من مواليد 86. مرحبا بك. مرحبا بك أم مهدي. يعني كنا يعني استقبلنا مكالمة من قبل من عند الأخ خالد وحكينا يعني لي ديتاي تاع لما يعني العائلات تنقلوا إلى تونس باش يحضروا المحاكمة اللي تلقيتوا يعني بالمناسبة استدعاء من السلطات الجزائرية وكل يعني حكينا. قولوا لنا بك يعني كان حبيت نعرف يعني كيفاش كانت الصدمة لما لحقتوا لتما وقالوا لكم باللي يعني تسمى كان خطأ في المعلومه يعني انه كان غلطه من عندهم. يعني كانت صدمه كبيره. كانت صدمه كبيره اختي. احنا 14 سنه واحنا نعانيو 14 سنه واحنا نجريو 14 سنه يعني واحنا نبكي والجرح يبكي بالدم. الجرح يبكي بالدم وزادوا هما يعني بلغونا يعني جانا تبليغ يعني من الدوله تاعنا الجزائريه فرحتنا يعني فرحتنا تقولنا باللي رم صغيرة يعني الولاد رم بانوا وراح يسلموهم يعني للمحكمة وراح جست يعقبوهم يبرزوهم ونديهم يروحوا. يعني ما تنجميش تتصوري الفرحة اللي هزتنا. أنا كأم ما قدرتش نمن قلت لهم أنا منش حتى نشوف ولدي بعيني. كي وصلنا للمحكمة جينا صحة على خطر على بالهم باللي احنا في وقت شهر رمضان الناس صايمه احنا صايمين ومحروقين 14 سنه وزيدنا تعرفي الحدود مغلوقه وما حبوش يعني يعاونونا يعني يديروا لنا غير تصريح للدخول ولينا درنا حكمنا من هنا من النيابه حتى الالجي في البيوس بيتين نمشيو من الجي حكمنا لافيون الطياره رحنا بالطياره هذه بي سي اف هذه طياره يعني
تلفت لنا يعني مصاريف كبيره، زدنا رحنا للتونس، من تونس زدنا حكمنا الترونسبور باش رحنا للكاف واحد الربع سوايع مشي، وصلنا يعني هذاك باش نفرحوا بولادنا ونلقاوهم يعني احنا فرحانين باش احنا كاهالي محروقين 14 سنه قعدنا يعني نلقاو ولادنا ونديوهم يروحوا. للاسف الشديد نلقاو محكمه فارغه، محكمه بارده ما فيها حتى شيء. وجاكم ممثل من القنصليه الجزائريه اللي كان باش يلقى لكم الخبر؟ نعم، لقينا من القنصل، من القنصل حنا في البناء، البناء تم شنو من المحكمه تقبل لما تقوم الجلسه يعني يحرم جوا وش هو يعني انتم وعلى يعني عندنا عندكم استدعاءات ورينا له الاستدعاء. قال هذا الاستدعاء بكلمه سهله هيك طيشها طيشا هيك باللي راهي غلطه، صارت غلطه. كيف صارت غلطه؟ كيف هذه كلمه ثانيه هيش غلطه؟ كيف الناس محروقه وصايمين ويعني حكمنا من الوسائل كل باش وصلنا لتونس، احنا ما نسكنوش هنا في تونس، احنا نسكنو في زي العاصمه نسكنو في الجزائر باش هو يقولنا راهي صارت غلطه. كيفناه دولة كاملة تغلط وفي قضية مثل هذه، يعني في قضية حساسة قضية كما هذه دولة كاملة تغلط يعني هذا مستحيل. وإحنا أول إحنا يعني وصلنا وقامت هذه الجلسة ودخلت رئيسة المجلس تقول باللي راهي صارت غلطة وراهي جلسة سماع. أنا راني ما تحملش المسؤولية، راهي الدولة تحكم اللي صارت عندها الخلطة. كيف ماش كيف ماش جلسة السماع؟ احنا في خطرات جلسة السماع جاتنا عدينا عقبنا جلسات جلسات ورا جلسات، وعلى بالها باللي يعني الحدود مخلوقة، وعلى بالها بالشهر رمضان، وعلى بالها بالتكاليف والناس محروقة تزيد باش تزيد تعمل لنا جلسة السماع. هذا لغز، هذا يعني لغز استفهام. أكيد. يعني صارت لنا إحباط كامل، إحباط ومثلنا إهانة، إهانة في الدولة التونسية. إحنا كشعب جزائري يعني صار فينا يعني أهالي تاع ولاد يعني شباب يعني غير وغيروا على سبب نتاع اجتياز حدود خلسة، لا أكثر ولا أقل، لا أكثر ولا أقل، يعني هجرة غير شرعية. يعني هما يزيدوا يتهموهم يعني عقبوهم كقضية إرهاب. ناديه، يعني بعد ما تحدثتوا راكي تسمعي فيا ناديه، يعني بعد ما تلاقيتوا بالقنصل الجزائري تما في تونس، من بعد تحدثتوا مع كما يقولوا الجوج تما في المحكمه، يعني واش درتوا من بعد؟ كان هنالك اجراءات قانونيه ولا دخلتوا ديريكت مول الجزائر؟ بس اجراءات قانونيه، استقبلنا القنصل وقعد يعني هو يهدم فينا ويقولنا راهي صارت خلطه، صارت خلطه ويطلب فينا باش نزيدوا نعاودوا نفس الشيء، يعني نرجعوا لنقطه الصفر، نزيدوا نعاودوا ملف اخر، نزيدوا نعاودوا ملف اخر ونزيدوا نعاودوا نقطه الصفر، ما كان حتى اجراء قانوني. هو حاولوا الا باش يهدنوا يعني يهدنونا يعني خطر شافونا يعني في الاحباط وشافونا يعني كيف نحن نبكي وفي حاله خافوا من الشغب وخافوا احنا ما نديروش الشغب. شمامي علاه يعني؟ نادية حالتك ولادنا ما طالبين حتى شيء، اعطيونا ولادنا وجدار ولادنا، لا قتلوا ولا سرقوا، لهم ارهاب، لهم سياسيين ما يعرفوا حتى شيء ولادنا. هما يعني حلموا يعني حلموا وكانوا يعني طمعين يعني في مستقبل وعيش كريم، برك راحوا باش داروا هجره غير شرعيه باش يروحوا لامبادوزا ايطاليا، الغرض نتاعهم مش باش يروحوا لتونس، وش يديروا في تونس؟ اعطيونا ولادنا برك، اذا كان داروا حاجه يعقبوهم على المحاكمه، كاين محكمه، اذا كان موته يسلموهم لنا نبكي ونسكتوا ونبردوا الجمره تاعنا. هذا مطالبين، إذا كان يحبوا نسلكوا أولادنا نجيبوهم، معليش، إلى متى هذا السكوت؟ إلى متى 14 سنة؟ 14 سنة وإحنا في العذاب، والولاد يعني مصيرهم راح، مستقبلهم راح، شابوا في الحباس، أنا ولدي راح مولا 21 سنة،
راح يعني في 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 عمر الزهور 21 سنة يعني درت تزيد يكون... 14 سنة راهي في الخمسة راهو في 35 سنة ان شاء الله ما قعدش قد اللي فات ويرجع لك نادية وان شاء الله يكون الصوت تاعك يلحق ونداء تاعك يلحق وعليك المطالب تاعكم تلحق وكما قالوا الى ما كاش محاكم دوليه كاين محاكم سماويه ان شاء الله يعاود يولي لكم وتعاودوا تلقاوهم الامل يولي وتلاقاو من دار جديد ان شاء الله يا رب. انا وعليه يعني نطلب يعني من الدوله تاعنا نطلب من الدوله تاعنا لماذا سكتتم على هذا الملف لماذا هذا تكتم على هذا الملف؟ راهو لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي، علاه يعني ما يرحموناش؟ أين الحقوقيين؟ أين الإنسانية؟ أين الإنسانية؟ أين الحقوقيين؟ علاه؟ رحنا قدنا 14 سنة يعني يشوفونا بعين الرحمة. نادية أنا واش نقول لك؟ نقول لك فهاد العواشر نادية، نادية اسمعي رانا في عواشر هذا وليدك والدعاء تاع الام يلحق وليدك وين يكون ما عندك غير تدعي له ان شاء الله وان شاء الله يعني تعاودوا تلقاوه بصحته ويولي لكم ان شاء الله في اقرب وقت ممكن ان شاء الله هادو عواشر استغليهم وادعي له ان شاء الله يعني دعاء الام للابن ما كاش حاجه يعني صحيحه اكثر من هذا وهادو رانا عواشر ورانا ندعيو معاك ان شاء الله وان شاء الله يعني صوتك يلحق ونداء تاعك يلحق وسلطات تحرك روحها ويجبدوا الملف هذا ويخدموا فيه ان شاء الله. والله يا اختي الكريمه يعني رغم الشهادات الكبرى من عند محامين كبار اكبر محامين في تونس شهادات كبرى وشهادات حية يعني حتى النائب القنصل الجزائري اللي كان في الكاف احنا تنقلنا في الكاف 2009 ورحنا له القنصل رشيد بالباقي انسى بتاتا لا يوجد شباب جزائريين فوق التراب التونسي اما النائب القنصل هو بروح انسانية تعاطف معانا وقال لنا وحكى لنا الحقيقة تاع أولادنا وقال لنا من يقول لكم باللي الأولاد ما كانش في تونس راهو يكذب عليكم ما تمنوهش رام الأولاد رام تحكموا في شاطئ بركوكش صارت مناوشات في عرض البحر وراي صارت موت رام كانوا 39 شاب جزائري وراي توفيت ربعة قلنا له ما يثبت كلامك صحيح جبدلنا القائمة تاع الأسماء تاع أولادنا الجزائريين اللي تحكموا وقال درك وملاها لنا وقالنا درك نملي لكم الاسماء اللي يسمع اسم ولده فوق القائمه هذه راهو حي لانه الربعه هذوكم الموتى ما كانوش مسجلين هذه ماهيش شهاده يا اختي اكيد 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 ان شاء الله يعني كيعاد الملف يعني نقولوا للجراح تفتحت من دارها وجديد ان شاء الله يعني تكون هنالك اذان صاغيه وتلاقاو بولادكم وتعو تولي الفرحه من دارها وجديد وتولي شمل العائله ان شاء الله ما ضمش ان شاء الله وقضيتكم كما يقولوا اذا ما كانش في المحاكم عند ربي ان شاء الله يعطيك الصحه ناديه كي شاركتي معنا وقبلتي يعني ديري الشهاده تاعك شكرا شكرا لك ناديه اذا يعني كي يسلمك اذا يعني كي تشوف انك ردت فعل اولياء هكذا يعني كمعاناه تاع الاولياء خاصه الامهات يعني كسروا لهم المعنويات تاعهم كما قالوا كانوا متعايشين مع الحقيقه وبعد ذلك جوغ صار لك اون مونتي تاع واحد الاحاسيس وبعد ذلك اوب صار لك شوت ليبر ديريكت باسكو ساتوندي با مي بون وي كي تسمع يعني ناديه تهضر تفهم يعني الوضعيه اللي راهي فيها ما تقدرش خاصه انهم متاكدين باللي ولادهم حيين خاصه انهم متاكدين باللي ولادهم حيين وعندهم كل الادله هذه اللي ما تقدرش يعني كي يقعدوا دائما في حيره وفي تساؤلات ويعني سي كومبريونسيبل دائما اذا اللي يحب يشاركنا اليوم في موضوعنا معلي غير يتصل بنا على 0777766098 نروح الى فاصل موسيقي خفيف ونولو لكم. دائما في موضوع تاع نهار اليوم الحراق الجزائريين المتواجدين بتونس الجراح تفتح من جديد يعني الى متى معنا مكالمه الو علي منصوره من عنابه ياك نعم ايه نعم خويا صح فطوركم صح فطورك منصوره مساء الخير مساء النور صح فطورك يسلمك تزاده واش تقولي لنا يعني في موضوع اليوم من 2011 يا مدام انت يعني كنت ايضا عندك شكون هو ابن اخ
الو اكي تسمعي فينا منصوره؟ اه نسمع دوك. اه قلت لك اسكو هو يعني اخ ابن وليدي؟ وليدي وليدي راه 20 سنه في عمره، الملف تاعو في على وزاره الخارجيه، كل عام وانا نهاول نطلع على وزاره الخارجيه نجدد له الدوسي ويقولوا لي روحي يا مدام كوني متهنيه، حبيت نطلع لتونس حتى انا نزيد نكشمن نبربش عليه، قالوا لي لا ما تطلعيش. جاوني الصحافه هنايا العنابة شحال من مرة بلوجورنو تاع أخبار الشرق تاع نهار 16 يوم العيد العلم، فيها التصويرة تاع بشير ولدي، فيها تعيانة الفيديو اللي يديروه معايا في داري، قالوا شحال من مرة بس وش اسمه يا ربي رئيس التحرير هذاك تاع من تحت علي فضيل ربي يرحمه، شحال مرة شحال مرة يجيو لي يصوروا معايا يديروا معايا فيديو، جريت بكيت وخرجت معلومة كما قالت الأخت نادية، أنا كنت مع اتصال بها ومع كمال بالعابد كيف كيف، عندي الملف تاع ولدي التمة تاع المجموعة تاع 16 طفل راحوا على جهة كيف فاطمة مسكيك ذا. أنت أيضا من بين الناس اللي تنقلوا؟ خرجت المعلومة باللي راح لقوا ولادهم، فرحت قلت على اساس هذاك طافي كما قال قبيله خالد، انا كنت نسمع، انا كنت من الاول نسمع فيكم، فرحنا فرحنا والناس تبارك وتعيط طافي ما تصوريش، تصدمنا زادو كما قالت المراه حيرونا حيرونا في رمضان حيرونا حيرونا ان شاء الله يعني كيما عاد يعني يكون فتح منصوره ما لازمش واحد يفقد واحد. وما لازمش يفقدوا تفقدوا الامل منصوره ان شاء الله، والله ماني فاقد الامل، غاضتني عمري انا يعني اللي اكيد اكيد مكسره من رجلي ما نقدرش نتحرك بها، تخوا بغون شويه رجلي ما نصح نجري ونسركد على بشير ولدي ونسقسق في المسؤولين تما في الشروق، مي كل يعرفوا الدوسي تاع بشير ولدي، وزاره الخارجيه من تحت للفوق تعرفني، كل عام نطلع نجدد له الدوسي تاعو ونجري ونهدر مع مسيو تراوريه ذاك مادام فطومه اكل على بالهم بيا باللي نسركد على ولدي. ان شاء الله كل هذه المجهودات ما تروحش سودا هكاك، ما تروحش هكاك برك. كما قالت الاخت نادية عندها الحق، خرجوا عليهم معلومه باللي حكموه على شكل ارهاب، ولا يقولوا عليهم ارهاب، ما كان ساكن، انا ولدي 20 سنه راح مازال في رعاية شبابه، شوفي الجورنو تاع اخبار الشرق تاع السامدي هذا اللي فات. نعم نعم. مش السامدي باردون، مش اسمه يا ربي. أما عندنا كل معلومات يعني شفت تطرقت للمعلومات اللي كانت كاينة موجودة. أو في الجورنو التصويرة تاع بشير ولدي وعايا داروها لي، نقول لك شحال عندهم، داروها لي قبل كوفي، قبل كوفي جاوني مسؤولين كبار جاوني، صدقيني كي عيطوا لي قالوا لي أنا جيت، قلت صاي ولدي لقوني، أنا قاعدة على غفلة هما عيطوا لي قالوا لي مدام أنا جايينك من ألجي. فرحت ما تصوريش قولي عليها عندي عرس نهار تاع، سقسيهم المسؤولين يقولوا لك واش منصوره. انت يا وليدك منصوره، وليدك صايي نجيبوه لك باذن الرحمن الرحيم. منصوره يعني انت وليدك في ليكيب هذه تاع 39 ولا ليكيب تاع 16؟ لا مش 39، تاع 15 و16 تاع 2011. ان شاء الله يعني تعاودوا تلاقاو بهم. حتى انا تاع ديمي الويد ديما نبكي معاهم ديما، انا كنت مريضه قلت البارح مرضت كي سمعت الخبر رجعوا هكاك والامهات تعيط، حسيت روحي حسيت بيهم، قلت وعلاه مساكين كيما هكاك وعلاه يحسوا بينا احنا الامهات وعلاه؟ والله غير حاسين بكم منصوره، ما نقدرش حتى نتحرك ونروح، ولا انا راجل بقلبه ما يقدرش مسكين من الشوق، عندنا كل مرضى 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 مول ما فرح احنا وزينا قلنا مزيه على الاقل لقينا تعديم الويد نلقاو الخيط هذا نمشيو به على اساس ذلك نزيدو نقدمو احنا تعديم ال 10 ولا 11 ولا وعلاه كي معاك وعلاه فيها لوش هذه فيها لوش ما كاش من انا ولدي ما لقيت حتى شيء من حوايجه صدقيني تومني بالله في هذا الشهر قشه من حوايجه ما لقيتها لقى باباه كي راح نهار اللي عيطونا لونجون داخل لقى القش كان لابسه ومبدلو لا تليفون لا لابيس تاعو لحواجه تعفي حاجه من حواجه ما كاين ان شاء الله يعاود يولي لكم ميفو غاردي ليسبور منصوره ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كما قلت الناديه يعني كي اغتنموا الفرصه هذه عواشير هذا رمضان والله نصلي كثروا عليهم بالدعاء والله تكويت كما تكويت هي مدام ناديه والله راني حاسين بكم الاخوه الاخرين راني معاهم انا كنت معاهم نروح للغزاله وين ربي يقدركم تاعو هو وليد الجمعيه وعنده الدوسي تاعو هو يشوف فيا ويسمع فيا ويعرفني ان شاء الله صوتكم يلحق. نجري انا بشير ولدي من نهار صح دخلت في صدمه 6 اشهر وانا مصدومه ما كي تعرف في حالة الأم
فاش اتم جا ولدي ماهوش يعني قال راح بالشر ولا كيما قالت المراه قاري الله يبارك لبس عليه كنت يدير في الكونكور يقرا لبس عليه كيف كيف معزز الله يبارك ما خصو حتى شيء هاكي تعرفي لي جان حاب نروح للخارج في الفين المو رسات لهم ما تشوفي دوك راني في قريب 12 سنة وانا محروق على ولدي 12 سنة ان شاء الله يرجع لك وان شاء الله ما يكونش قاعد قد اللي فات ويعاود يولي لك ابنك ولازم تقعدي يعني تشدي في ربي يعني قضيتك في يد مولانا كما يقول في يد ربي يعني ليش في ربي جامي لا يخيبه ولدي قلت لك 6 شهور صح وانا مصدومة بصح بعد مر ما فقت مع روحي جريت لازم كوراج خارجية ما كان تم وقتها مراد مدرسي مدام فطومة والله ما نعرفهم أقسم بالله العلي العظيم على وجه ربي عاونوني ودخلت الإدارة تاع اللاجئين وداروا لي الدوسي تاع ولدي وين ندخل يضرب في الملف يلقى الدوسي تاع ولدي إن شاء الله هنا إن شاء الله يعني صوتكم يلحق والملف هذا يعني يعود يتنغلق يرجع ولادكم ويتنغلق عزيزة نعم كما قلت لك خرجت لنا معلومة واحد خرج من الحبس تما من المرناقية أطلع قال شوفوا فلان توتو احنا ولاد الكارتي ثلاثة راحوا بشير ولدي علي محمد بشير وواحد اسمه توتو والاخر بلال بلوط تعرفي قال تاع ولاد لي بلاتفورم قالوا لكم جريوا فرقتوا علينا خرجونا رانا في الحبس الفلاني نعم ان شاء الله يعني تكون هنالك اذان صاغيه ويخرجوا وتلاقاو من دار جديد ان شاء الله يا رب ان شاء الله يعطيك الصحه لمنصور على اتصالك وشهادتك ما شاء الله يا رب امين يا رب مع وليدات الجميع ان شاء الله يعطيكم الصحه كتفونا البرامج هذه خليها الدوله تتحرك خليك الدولة تتحرك تجيب ولادها وعلى هكا ولا في ريعان الزهور تاعهم قاعدين مدفونين تحت الارض يشارعوهم يقولوا لنا واش نخلصوا على ولادنا كما قلت لك نجيبوهم وعلى باش تنبيع واجي فوق من داري ونجيب وليدي وعلى ان شاء الله منصوره يعطيك الصحه ان شاء الله يا رب يعيشك السلام عليكم صحتكم ويعطيكم الصحه ان شاء الله يا رب امين شكرا السلام عليكم اذا يعني كرانا نشوفوا يعني النداءات تاع الامهات والقرب المحروقه يعني حول يعني الاكباد تاعهم فلذات كبدهم كما يقولوا انا شي مع العربيه يعني فريمون شيء محزن يعجز اللسان عن التعبير اذا لكل حب يشارك معنا في موضوعنا لنهار اليوم بالاتصال على 077-77-66-98 نروحوا الى فاصل موسيقي خفيف ونولوا لكم اذا دائما مع التعليقات عندنا تعليق تحميمي بويدر نوتخ فيدال اوديتور اللي يقول دوماج لي زوتوريتي الجيريان ريست لي مان كروزي devant cette tragédie ma solidarité totale et indéfectible avec les jeunes ainsi avec leur famille عندنا الكومونتير تاع حرقه مفقودين يقول عندنا عند عودتنا للجزائر توجهنا الى مقر الشرطه التي قامت بتبليغنا بهذا الاستدعاء وحكينا لهم باللي قالوا لنا فيه خطا قالوا لنا لا نحن لم نخطئ بلغناكم كما جتنا الإرسالية ونحن أيضا في صدمة وفي تعليق آخر أيضا يقول عائلة المفقودين تناشد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون ونائب وزير الدفاع شنقريحة ووزير خارجية رمطان العمامرة ووزير العدل رشيد طوبي ورئيس حقوق الإنسان ونائبة وزيرة الخارجية المكلفة بالجالية بالخارج لوجه الله عونونا رحمة على والديكم تدخلوا يا سلطات نحن عائلات ضعفاء رانا مظلومين استدعاء ظلمنا وظلم والدينا يعني نروح نستقبلوا مكالمة ألو فارس خرف الله ألو نعم مرحبا بك عندنا فارس يسلمك يعيشك واش راك فارس صافا هنيك الحمد لله فارس خرف الله يعني أب لحراق راح من بجاية ما بان عليه حتى خبر حتى لدوكا ياك 17 شهر فوالا صافي 17 موا وي من بعد انتم درتوا يعني اجراءات قانونيه ودرتوا تجمعات قانونيه في هنا في بجايه رحنا للكوميساري الانتربول للولايه للمينيستر ديزافير تما في الجزائر رحنا ببارتو قلنا كيفاش كانت يعني ردة فعلكم لما قالوا لكم انه معلومات خاطئه وانه يعني تم استدعائهم بالغلط وكيفاش كانت ردة فعلكم كيفاش ما استدعوناش لا لا هذو تاع يعني بجايه زميلتي سونيا ما استدعوهمش الاخر تاع الصحابه نقول زميلتي حابه تسقسيك تقول لك باللي كي سمعتوا بهذو تاع تونس كان استدعاء تاعهم من بعد يعني قال لهم باللي غلطوا اسكو انتم ما خفتوا يصرا لكم لا ميم شوز ولا كيفاش سا سي سور باسكو درك احنا
سورتو هما 14 سنه ما بانوش غير كل طلع لهم شويه كذا باش يشوفوا ولادهم ومن بعد كي وصلوا تما ما شافوهمش دونك قالوا لهم غيبات دونك كيف داير. هل كان عندكم اسبوار يعني امل انه حتى انتم يتم استدعائكم ولما سمعتوا انه تم استدعاء عائلات اخرى؟ ان شاء الله ان شاء الله. درك حنا كيف داير دابري حنا حوتنا واش داروا جرينا دابري اللي قالوا لناهم في الاسبان. ايه وكاين دراري تما في الاسبان عامين ونص ومازال ما بانوش. دونك حنا عندنا توجور اسبوار اللي قلنا حاجه نبداو نامنوها. دونك حنا دائما طماعين. اكيد. طماعين اللي قلنا حاجه نامنوها شرتو على ولادنا دونك اوبليجينا نامنوها. يعطيك الصحة الأخ فارس. يعني فارس. نطلب منك برك شيء فيما يخص بلال وحليم ما نقدروش يعني نتلقاو اتصالهم باش يديروا لنا تيمونياج دونك نطلبوا منهم السماح وانت يعني تكون الوسيط بيناتنا وتقول لهم باللي ما قدروش يحكموا لكم وانت اللي هضرت يعني في بلاصتهم. يعطيكم الله صحتكم. ميرسي سي بريجونتي يا بو. يسلمك. اي صحة. اذا لما نشوفوا يعني كثير من المكالمات يعني كلما نشوفوا لو نومبر تاع العائلات ماشي وحده ماشي زوج يعني الكل حتى للناس اللي ما تمش استدعائهم يعني بمجرد ان سمعوا هناك استدعاء للعائلات الاخريات يعني يعني فرحوا معاهم في بلاصتهم لانه اعطوا لهم الامل انه حتى هما راحين يلقاو اولادهم وراح يتم استدعائهم هما ايضا ويتم افراج على اولادهم اللي راهم محبوسين. هنالك يعني عائلات تم بارتو لي شان ناسيونال اللي راهم يستناو عندهم اولادهم دونك كما مكالمه المحامي كسيله اللي قال لك بلي يعني الحصيله تلحق 400 واحد في السجون التونسيه ولا سجون اخرى في الدول المجاوره. يعني كل واحد يكون عنده اسبور ومن حقه يكون عنده اسبور يتلاقى بوليده. اذا بعد هذا نروح الى فاصل موسيقي ونقول لكم. دائما في مرناش ساكتين موضوعنا اللي كان نهار اليوم حول يعني العائلات الحرقة الجزائريين في سجود التونسيين يعني بعد تعرضهم لمعلومات متضاربة ومو يعني مغلوطة أيضا تجددت أحزانهم وصارت لهم صدمة يعني معنويا فيما يخص يعني قضية أبنائهم. بعد هذا رايحين نروح ونشوفوا لاكرونيك تاع زميلتنا أسماء في لاكرونيك تاع سانتي اي بيانيتر. اليوم نهضر لكم على السبور في رمضان. كاين بزاف اللي يقول لك السبور سي بون بور لا سانتي في رمضان سورتو لي ميديسان. كاين يقول لك لا ديجا لورغانيزم تاعنا راهو عيان من الصيام نزيدو لو سبور اون ا با بوزوان دو سا الوغ كو هو سبور يفو دي ريغ بيان سبيسيفيك ا سويفر. باغ اكزومبل سبور سبور لازم واحد يدير اون اور قبل الافطار. وعلاش؟ باسكو كي واحد يدير كي كون في دو سبور واحد يعرق يا لا سوداسيون اي لو كور يل كامل لي سيل مينيرو يروحوا حشاكم على العرق. دونك ديجا واحد لازم يدير او موان اون اور افون افون لو سبور افون الافطار سي بارفي هكاك لورغانيزم يكونش عيان بزاف. باسكو كاين يقول لك نديرو الصباح ولا ميدي نو سي فريمون دي كونسيي سا بو تري تري ايبويزون. او بيان عندكم دونك فوالا سوا اون فوا قبل الافطار او بيان 2 اور مر الافطار واحد الى الطون دو بيان ديجيري البوراك الشربه او موان واحد الى الطون دو لورغانيزم تاعو كيما يقولوا يغوبون سي اسبري دونك واحد ما يكونش ثقيل. maintenant pour la durée alors vous avez la durée faut pas faire trop de sport عندكم soit 30 minutes soit de 30 à 45 minutes باش واحد ما يعياش باش الكور تاعو واحد ما يعياش باش ما يكثرش عليه. ou bien عندكم ثاني le quel type de sport ديرو par exemple عندكم la marche rapide هي كي ديجو هي سي لا ميور تمشو كيما قال سي لا مارش رابيد واحد يمشي il est en train de se dépenser وما يعيش بزاف لورغانيزم تاعو. عندك لا مارش رابيد عندك لا كورس بور لي مولفين ديال السبور بزاف لي سو كي زون لابيتود لي مولفين وعندك الفيلو لي عنده زهر عنده الفيلو يدير الفيلو اي فوالا سي بون ميم بور لو ميد في لا ناتور لو فيلو سي بون بور لو مورال اي سي بون بور لو اي سي بون بور لورغانيزم تاعنا اي بور نوتر سانتي. كاين دوطخ اوسي كاين دي كونساي في السحور. الوغ في السحور لي يديرو سبور في السحور اين اليمونتاسيون بيان سبيسيفيك افواغ. ديجا في السحور فو با اوبليي تشربو بزاف الما
الماء سي امبورطون pour éviter la déshydratation pendant la journée et pendant la séance de sport. Bien sûr, اختيكم من القهوة من لاتاي من لي بواسون غازوز هادو نقولوهم ميم سيليام نقولوهم مي سورتو كان vous faites du sport il faut vraiment éviter هادو les excitants. Et tani fsahou la meilleure alimentation ou شنو هي c'est les sucres lents. Les sucres lents عندكم les pâtes, عندكم البرير, عندكم enfin tout ce qui est fait à base de smid. عندكم les pâtes, عندكم البرير, عندكم du riz tani, rose tani, une bonne salade de riz, c'est très bien pour ceux qui font du sport. Ou bien عندكم vous pouvez aussi prendre des protéines. Les protéines عندكم les œufs, le البيض, عندكم poulet. Bon, le poulet je suis râlé, mais malinage ceux qui ont les moyens, ياكلوا du poulet, des escalopes. Les عندكم je qui me يقولوا vous alternez des œufs, une bonne omelette bien assaisonnée et ça va vous permettre de tenir même la journée et même quand vous ferez du sport vous serez en bonne forme. Ou sahab torkom. إذن كنت مع لاكرونيك سانتي بيانتر مع زميلتنا أسماء اللي عطات لكم دي كونساي براتيك كونسيرنون لو سبور بوندون لو رمضان. توجور نعاود نولو إلى موضوعنا فيما يخص الحراقة الجزائريين المسجونين في تونس اللي متواجدين حاليا في تونس واللي بعد مغالطات معلومات مغالطة متضاربة يعني كعود جددت أحزان العائلات هاد المفقودين. كان هناك أيضا يعني تم عرض يعني من طرف إذاعة أم غاديو أم بث لي مسلسل سراب الموت اللي تحدث حول الحرقة ظاهرة الحرقة في الجزائر اللي تم يعني تقديمه من طرف زميلتنا سميرة مواكي اللي راهو يفوت في هذا رمضان فيه عدة يعني حلقات يعني الفيلم يفوت نهار الخميس الجمعة والسبت دائما في المعلى عشية جمعت 9:30 دونك نروح نشوفوا برك لا فيديو ونعود نقول لكم أن تتابعون جميع أجزاء التحقيق فما سترونه الآن ليس مشاهد تمثيلية وليس أيضا قصص بل انتقلت مع الشباب من الجزائر إلى الضفة الأخرى على متن زورق مطاطي نعم صحفية لكن حينها كنت مهاجرة غير شرعية قبل شراء الزورق طلب منا استخراج رخصة الشراء من حراس السواحل طبعا بتلك الرخصة اشتريت الزورق بالتقسيط وكما تشاهدون نقلناه إلى العامرية بوهران نعم نجحنا إذن نحن مستعدون لرحلة جديدة لا يوجد وقت الآن للتعبير عن فرحتنا يجب أن نغادر المكان قبل أن يكتشف وجودنا الآن نستعد للانطلاق طبعا ليس بحرا بل برا نحن الآن بالأراضي الإسبانية وش كنتي وش من رياضة كنتي فيها؟ كنا راح نلعب تورنوا وما ما دخلناش حنا في لاليس كنت قرأي يا شيماء تقرأي؟ أهلا؟ أهلا وش راك تديري؟ وش تخدمي؟ J'ai aucun papier, aucun passeport, j'ai rien. Mm-hmm. Mais j'ai faim. Mm-hmm. وش تديرو بالويكاند؟ روحي تشوفي. قول لي اعطيني ابوكل. روحي تجي ديري انت دارة معنا. نعم. بغيتي تشوفي الحرة كيفاش ينافيكي، مي هكذاك ما عندكش هنا. فورينا كيفاش حنا ننافيكي. وأخيرا لقد وجدت عملا بهذا المقهى أخذوني إلى مركز الشرطة وهناك حققوا معي وبعد 4 ساعات سلمت لي رخصة إقامة
إذا هذا كان مسلسل لسراب القاتل قارب الموت لزميلتنا سميرة مواكي اللي قامت بالتحقيق في ظاهرة الهجرة الغير شرعية الحراقة، مسلسل اللي بدأ في بداية شهر رمضان وما زالوا متواصل، يعني بقوا حلقات تابعوا، يعني احنا فوالا حتى نهاية رمضان الحلقة الأخيرة راح تكون في نهاية رمضان وراح تكون في بلاطو معنا بلاطو سبيسيال معها وين يكون معها أنا انترفيو كيفاش دارتو والنتائج اللي توصلت ليها وكيفاش كانت يعني الاكسبيريونس تاعها كحرة وحدة حرقت باش دير الفيلم تاعها. إذا ندعوكم باش تشوفوا وتشاهدوا المسلسل والحلقات كلها، وإذا أيضا لمتابعة بقية البرامج ما عليكم غير تدخلوا إلى radio-m.net أو على maghreb-emergent.net أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب مع تفعيل جرس التنبيه باش يلحق لكم كل جديد. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العدد لنهار اليوم، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، سلام.